أنا عمري ما صحبت قبل كده ولا خرجت مع حد غير بابا تيا. يعني اتعرفت عليه في شركة ديكور وكنا بنعمل له بيته، وهو حبني وما كانش مبين ده، بس أنا كنت حاسة يعني. وبعد كده الموضوع راح لخطوبة وجواز، وأنا عمري ما حسيت بالمشاعر دي والأحاسيس الحلوة، الكلام الحلو اللي أنت بتقوله ده. فاهم؟ أنا متوترة أوي وأنا بقول الكلام ده. أكيد حلو. حلو. بس كل اللي جاي بقى هيبقى أحلى معاكي. مراد، أنت حبيتني أوي بجد. أنا أول ما بصيت في عينك حسيت إن أنا مستحيل أبص في عين واحدة تانية. مش عارف. عليكي نظرة تخطف أي حد. طب أقسم بالله أنا أول مرة أسمع الكلام ده يعني. مش عينيكي بس. ملامحك. صوتك. طريقة كلامك. هي دي قصة تانية لوحدها. أنا عندي كتير قوي. لك هخف دمك وهبلك ده بقى. أنا مش عارف أعمل فيه إيه. يعني أنا هبلة؟ أيوه. يعني هتحافظ عليا مرات؟ حلو قوي الصور اللي انت منزليها دي، انت وجوزك. قمر يا حياتي، قمر. بصي بقى يا حبيبتي، بكره الصبح اول ما حبيبي الغالي جوزك يروح الشغل تجيلي على طول، ولو ما جيتيش هنزل لك الصور وهبعت له المسجات بتاعتك، واكيد هو ما يحبش يشوف الحاجات دي. ها، وانت عارفه ان ما بهددش، بنفذ على طول. امال هيكون مين غيرك؟ عبد الله كان مقتنع بيا، بيقول عليا ممثله شاطره. ايه فجاه كل ده اتغير ولا قلت له يطفشني؟ ما ادروش ولا حاجه ولا كلمه واحده عنك، ومش مشكلتي ان هو اكتشف انك انت ممثله فاشله. ممثله ايه؟ لا يا حبيبتي، انا ممثله كويسه وكويسه جدا كمان، وبكره اثبت لك واثبت لكم ان انا نجمه. اثبتي يا ماما لنفسك مش ليا. وعامه دقيقه واحده. اقعدي. هيا ميرنا. هيا عبد الله، ازيك؟ بقولك عايز اسالك سؤال على السريع كده، اخبار هدير ايه؟ اخبار شغلها ايه معاك؟ ماشيه كويس؟ هدير دي مجنونه، كانت عندي في المكتب وسابتني ومشيت، افتكرت ان انا بطفشها من الفيلم. مش عايزه تفهم ان انا عايزه تبقى احسن ومستواها يتحسن. بقولك ايه، خرجي نفسك من الموضوع ده خالص، لان انا حسيت انها بتلمح انك مسخناني عليها. بقولك مجنونه. ماشي تمام، الباب بس بيخبط، هقفل معاك واكلمك على طول تاني. يلا باي باي. سمعتي؟ ده فيلم يا حبيبتي، ده فيلم وانتي عاملاه عليا، فاكرني هبله زيك ولا ايه؟ ده ايه القرف ده؟ ده عبد الله بيتصل. عبد الله طليق؟ هو طبيعي بقى يتكلم في وقت زي ده؟ لا هو يعني هو دلوقتي الوقت مش متأخر يعني، وبعدين أنا بعمل معاه فيلم. نعم. إيه؟ إيه؟ فيلم إيه؟ إزاي يعني؟ فيلم؟ هو أنت بتبرق لي كده ليه؟ شغل يعني. المنتج هو اللي رشحني يعني، شاف شغلي رشحني، وبعدين اكتشفت بعد كده ان هو المخرج. مش هو اللي طلبك يعني؟ طب بصي بقى بصراحة كده، أنا ما ينفعنيش الكلام ده. يبقى هو بيتصل تاني.
البترول دي. ايه يا عبد الله؟ الو، ايه يا جوجو، ازيك؟ تمام. بقولك ايه، هات السيناريو كده افتحي على مشهد 21، عايز اقولك على حاجه مهمه جدا. عبد الله انا مش في البيت. مش في البيت؟ امال انت فين؟ انا بتعشى مع واحده صاحبتي. نيفين يعني؟ لا مش نيفين، واحده تانية، واحده صاحبتي تانية. طيب لما تروحي بيكلميني، اوكي؟ ما انا جايه لك بكره. لا المكتب يعني، انا جايه لك بكره المكتب. طيب تمام، اوكي، باي باي. ايه ده؟ مالها متوتره كده؟ طب بص يا غاليه، انا اكيد مش عايز ابوظ الليله الظريفه دي عشان ايه كلمتين واقفين في زوري وهموت واقولهم، بس لازم نتكلم بعدين عشان الامور تبقى واضحه. عشان انا مش نيفين يا غاليه. ها وقت متاخر، انا عايز اروح. وانا يلا حسين. تفضل. مستر عبد الله ازيك؟ الحمد لله. ايه حواك، مش باين لي من دول؟ مشغول شويه، بحضر فيلم ان شاء الله كده. طب ايه، مفيش حاجه لينا؟ طيب ولا ايه؟ حاجه ليكوا ايه يا عم انت؟ وانا بوزع لحمه، كله عايز يمثل كده. هات الدرينك بتاعي يا عم. لا بجد زعلانه منك. ايه الزندونه؟ ازيك؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مفاجاه ايه بس كده؟ من يومها ما تكلمنيش. مش كفايه المشكله اللي وقعتني فيها مع مهند؟ مهند؟ ما انا قلت لك انه ملوش اي 30 لازمه. انما هو عارف ازاي؟ محمد صاحبه شافني وانا راكبه معاك. وعارف انك جيتي البيت؟ طبعا انكرت كل حاجه، بس هو مش مصدق. ومن يومها ما بيردش عليا، ولا انت كمان رديت. انا ما خدتش تليفونك اصلا. سامع انك داخل فيلم. ايه؟ مش عايز ممثلات؟ انت بتمثلي؟ لا بس ممكن امثل. زي ميدو يعني؟ ها؟ طيب تنزلي السوبر ماركت بقى تجيبي لك 5 6 كيلو موهبه كده وتجيني. طب بذمتك انا مش موهوبه؟ كبري دماغك بقى، مش عايش ياوة. على فكرة مهند من ياوة وراكي. بتعرفي تنكري المرة دي برضو؟ في ايه مهند؟ والله انا حر. هو انت بترد عليا اصلا؟ ما كنتش برد، بس ما بلغتكيش ان احنا سيبنا بعض. انت المفروض لسه بتاعتي ومعايا. ايه اللي موافق مع البني ادم ده؟ الله 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 الله، تتكلم على مين يا ابني انت؟ خليك في حالك بدل ما تزعل. ازعل؟ لا يا حبيبي، عبد الله الرومي لا بيزعل ولا بيخاف ولا بيتهت. اعل جريء أوي الواد ده. واد في عينك.